الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الامر بمحافظه على الصلوات المكتوبات، قال: وعن ابن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وهذا الحديث، حديث معاذ، حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، لا يسع مثل هذا المقام أن نتكلم عن جميع فوائده وأحكامه، فهذا حديث عظيم جدا. من فوائد هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يبعث البعوث ويرسل الدعاء حتى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرسل أي أحد من الصحابة، بل كان يرسل علماء الصحابة وفقهاء الصحابة، كما في هذا الحديث أرسل معاذا، حديث الآخر أرسل عليا وأبا موسى وغيره من الصحابة، فكان يرسل فقهاء الصحابة وعلماء الصحابة، ولا يرسل حديث عهد الإسلام بالحديث عهد بالإسلام أو من ليس لديه علم، بل يرسل العلماء والفقهاء منهم. ومعاذ بن جبل كما جاء في الحديث أعلم الناس بالحلال والحرام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يرسل الدعاة إلى المدن وإلى القرى من أجل الدعوة إلى الله. ومن فوائد أيضا هذا الحديث قبول خبر الواحد، فخبر الواحد الثقة يقبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وكان يرسل فردا فردا، بل إن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل فرادا كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فردا، فخبر الواحد إذا كان ثقة فإنه يقبل، بخلاف كلام أهل المتكلمين الذين لا يقبلون خبر الواحد في العقائد فرورا أو فرارا بزعمهم من التشبيه والتمثيل في صفات الله سبحانه وتعالى، فيفرون من هذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم أنهم لا يقبلوا خبر الواحد في العقائد. يرد عليهم إن أعظم العقيدة هو الدعوة إلى لا إله إلا الله، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى كان يرسل الرسل فرادى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة فرادى يدعون إلى التوحيد، دل ذلك على قبول الخبر الواحد في العقائد وفي الأحكام وفي الأعمال وفي كل شيء، خبر الواحد يقبل، خبر الواحد يقبل كما في هذا الحديث عن معاذ. فهنا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، لأنها في ذلك الوقت لم تكن دار إسلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وهنا فائدة مهمة، وهي أن الداعي لا بد أن يعرف حال المدعوين. لماذا؟ حتى يستعد لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيأتي أهل كتاب، وأهل الكتاب أهل علم، عندهم التوراة وعندهم الإنجيل، فسيحاججونه ويجادلونه، فمن أجل ذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستعد لهم وحتى يعرف كيف يرد على شبهاتهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، وهذه فائدة في معرفة حال المدعوين، لأن حال المدعوين يختلف من أناس إلى أناس، من مكان إلى مكان، من منطقة إلى أخرى، من ديانة إلى ديانة، فدعوتك للنصارى واليهود ليست كدعوتك للبوذيين
وأمثالهم والمجوس، فتختلف الدعوة في طريقتها. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أول ما يدعى إليه هو التوحيد، وكل دعوة لا تركز على التوحيد ولا تجعل التوحيد هو أساسا لها في الدعوة فهي دعوة باطلة ودعوة فاشلة ودعوة مردودة ودعوة مبتدعة لا يستفيد منها صاحبها شيئا، بل ترد على وجهه يوم القيامة. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فطريقة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والصالحين هو الدعوة إلى التوحيد أولا وأثناء وانتهاء، لا يتركون الدعوة إلى التوحيد أبدا حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى على هذه الدعوة. ليس معنى ذلك أن لا يدعو إلى غير ذلك من الأحكام ومعرفة أحكام الإسلام، بل يدعو إلى ذلك كافة ولكن لا يترك التوحيد أبدا. وذلك من الطرق الخاطئة عند الدعوات المبتدعة في الجماعات الإسلامية أنهم لا يركزون على التوحيد، فتجد الداعية يدعو إلى الصدق وإلى الصلاة وإلى فضائل الأعمال وهو في مسجد فيه ضريح يعبد من دون الله، وما الفائدة إذا صلوا وإذا تصدقوا وإذا صاموا وإذا فعلوا فضائل الأعمال وهم يدعون غير الله؟ ما يستفيدون شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بل هؤلاء غششة ومجرمون، لو كانوا صادقين في دعوتهم لدعوا إلى التوحيد وخلصوهم من الشرك بالله أولا، لأنهم إذا لقوا الله عز وجل بالشرك لو كانت عندهم أعمال كالجبال لا تنفعهم شيئا. ولذلك من تأسس على التوحيد ودعا إلى التوحيد فإن الله عز وجل يكتب لدعوته القبول سواء في وقته أو بعد وقته، لا بد أن يكون هناك أثر، والأثر قد يعلمه وقد يجهله. ولكن ما كانت دعوته على خلاف ذلك فهي دعوة مردودة، وإن تزخرفت بالإنجازات وتزخرفت بالأباطيل والكلام فإنها دعوة مردودة. فهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إن استجابوا إلى هذا قال: فادعهم فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأهم الأمور ثم ما بعده، فالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، هذه أهم الأمور التي يدعى إليها. أولاً التوحيد، ثانياً الصلاة. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بأن يخبرهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، لا بد أن تصلي هذه الصلوات يومياً، هي صلة بين العبد وربه. فإن لم يستجيبوا لذلك، ما استجابوا للصلوات، ماذا يفعل معهم؟ يقاتلون. هذا التدرج الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل كف القتال. إن استجابوا للتوحيد لا يقاتلون، يدعون إلى الصلاة. استجابوا للصلاة لا يقاتلون، يدعون إلى الزكاة. استجابوا لا يقاتلون. فإن لم يستجيبوا لواحدة من هذه الثلاث فإنهم يقاتلون على الردة والكفر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في الأهمية: التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. ومن الفوائد هنا قال في الزكاة: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا هو الأصل، الأصل أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء الذين في المكان. قال: من أغنيائهم على فقرائهم. فالزكاة الواجبة والصدقة المستحبة الأفضل أن تدفع في أقاربك وفي مكانك الذي أنت فيه، وإن دفعتها إلى غير ذلك تجزئ، لكنها خلاف الأفضل. لو كان رجلا هنا ودفعها في خارج مثلا المملكة تجزئ، لكنها خلاف الأفضل على الصحيح، لأن بعض العلماء يقول ما تجزئ، لأن هذا الحديث قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولكن الصواب في هذا أنه يجوز أن تدفع الزكاة في خارج المكان الذي أنت فيه، ولكنها خلاف الأفضل. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني هذه الأمور الثلاث. قال: فإياك وكرائم أموالهم. إياك وكرائم أموالهم، الكرائم هو المال العالي والمرتفع،
وإنما يأخذ من الوسط، لا يأخذ من الدنيا الذي تعافه النفس، ولا يأخذ من الكريم الذي تتطلع إليه النفس، تتطلع إليه أنفس أصحابه. والدني تعافه، تعافه الأنفس التي تأخذه، فيأخذ من الوسط. قال فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. فدل هذا على أنه إذا أخذ من كرائم المال ظلم الغني، وإن أخذ من دني المال ظلم الفقير، فهو يأخذ من الوسط. قال فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وهذا وعيد شديد على الظالمين، أن الله عز وجل يقبل دعوة المظلوم. جاء في الحديث الآخر ولو كان كافرا، ولو كان كافرا فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى يستجيب لدعوة المظلوم ولو كان كافرا، ليس حبا في الكافر ولكن حبا في العدل. فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يحجبها عنه سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.